يو يو يو، كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ بالحلقه الماضيه طلبت منكم نكتب كومنت، ممكن تشيلوا الصوره شوي بس مشان اعرف احكي. طلبت منكم تكتبوا كومنتات على هي الصوره. بحب اخبركم انه بكره في فيديو كتير خرافي، بس فيديو هاد اللي عم تشوفوه لا كتير زنيخ، ما بنصحكم لا تكفوه، لو سمحتوا طلعوا من الفيديو انا مضطر اعمله. خلينا نشوف الزنخين شو علقوا. تعليق زنخ قال: شكلي لما اكون عامله حالي نايمه وفي اثنين جنبي عم يحكوا شيء غلط وانا بعرف القصه صح بس مالي قدرانه احكي. تعليق كثير بايخ كثير. شكلي لما بكون ما بدي اروح على المدرسه وصير العب دور المريضه وامي بتكون عارفه اني اكذب من الكاذبين. كم تعليق بايخ قصدي كثير بزنخ. شكلي لما بكون بدي اعزف بيانو قدام رفقاتي واول مره بحاول اعمل جو على اساس انه انا محترم. ماشي حاله. تنويه صغير للمضغوطين: اوعكم تفكروا انه انا متضايق ولانه هيك انه ماني متضايق. شكلي لما يكون في حرب الحمام ولازم فوت. شكلي البنت لما تكون عم تحكي مع حبيبها وامها تيجي تقعد جنبها. شكلي لما امي تمدحني ورفقاتي قاعدين. يعني ما بعرف انه لا صرتوا يعني انه ليش لا تعذب حالك وتكتب كومنت على هيك صوره؟ يعني شو خطر لكم؟ انا بس بدي اعرف انه وين المتعه انكم تكتبوا على صورتي. نسيت خبركم انه عنوان هذا الفيديو انه نتمسخر على الناس، لانه كثير لما بنعمل تقفيل على الناس او بنعدل صور متابعين بيجيني تعليقات انه حرام عليك، ليش عم تمسخر على الناس؟ ليش عم تعمل هيك؟ عيب عليك. لا عادي، ترى القصه كلها مزح، ومثل ما هلا انتم عم تمزحوا معي وانا ماني متضايق. برجع بكرر ماني متضايق. شكلي لما اطلب مصاري من امي ومسح جوخ. شكلي لما اروح لعند المدير وسوي حالي ماني عرفانه شو عملت. ايه مدير، لملك تعاون ونشاط. شكل البنت لما يحكوا قدامها عن عريس وتساوي حالها ماني عرفانه بشي. شكلي قبل دقيقتين من اذان المغرب وتكون كاسه المي قدامي. تعليق جدا بايخ ومايع وزنخ، واصلا كل التعليقات هاي الحلقه زنخين. انا متاكد انه انتم ما عم تكفوا هالحلقه لانه انا طلبت منكم تروحوا، وعن جد يعني كثير مبسوط انه انا مساوي هالحلقه وما في حدا عم يشوفني ابدا. بس مضطر اقرا هذا التعليق انه شكلي لما اطلب من استاذ الذهاب للمرحاض. شكلي لما اروح زياره لعند حدا ويضيفوني شيء وماما تقول لهم لا عادي اصلا بنتي ما بتحبه ما بدها. شكلي لما بدي انقل من القدامي بالامتحان ويشوفني الاستاذ. حلوه هي صراحه. شكلي لما بكون عم بحكي لرفيقتي عن وحده ما بحبها وفجاه الاقيها وراي. شكلي لما اشوف ابي عم يبهدل اخوي وانا انسحب انسحاب تكتيكي وبعدين ينادي علي ويحكي لي تعال جاي. شكلي لما اسوي حالي كريم واقول لرفيقي خليه علينا وهو يقول لي تكرم ما رح خجلك. شكل اختي لما امزح معه والمسها قدام بابا. شكلي لما رفيقتي تحكي لي همومها وساوي حالي متاثر معاها. لما يجي لعنا جيراننا وبنتهم يلي مكرش عليها ويقولوا بدنا نزوجه ياه، قام اهلي يقولوا لا والله حاجزينه لبنت عمه. بنت عمه. واليوم بما انه الحلقه كثير زنخه ما راح اقرا تعليق ذهبي، راح اخذ اكثر التعليقات اللي كان عليها لايكات بالحلقه الماضيه. لما اكون عم اقرا محادثات قديمه واكتشف قديش كنت حماره. لما تكون عم تمشي مع حبيبتك والاخت الصغيره وتقلكم بدي شاورما وانت ما معك ولا ليره. شكل وسام تكت لما يكون عم يبرر للمتابعين ليش صار له زمان ما نزل فيديو. والله علي ضغط. ايه علي ضغط. وتعليقها كثير زنخ عبد الله مؤذن: 239 لايك وهي ديسلايك من عندي. شكل وسام لما يكون راجع على البيت ودافع فاتورة كهرباء. لهون بتكون خلصت فقرة مقفل. شكرا كثير لمتابعتكم اصدقائي. مثل ما قلت لكم تعليقات باخ، عم التعليقات الحلقة الجاية رح تكون خرافية مو مثل هي. عرفوني علي الصورة رح تكون خرافية، متأكد رح يكون معكم كتير تعليقات حلوة. أشوفكم قريبا بفقرة مقفل تانية. أحبكم كثيرا.